طيب ابرز مباريات اليوم النهارده، في مباريات مهمه في الدوري المصري وايضا في دوري ابطال اوروبا. في هذه اللحظات وانا بتكلم معاكم يمكن منذ يعني قليل انتهت مباراه امبي وايسترن كومباني. ايسترن كومباني كسب 2-1. سيراميكا كليوباترا امام سموحه، المباراه هتكون الساعه 5:30. وختام مباريات اليوم وقمه مباريات اليوم، الاهلي يستضيف بيراميدز الساعه 8 على ملعب الاهلي والسلام. طيب مباريات دوري ابطال اوروبا النهارده، لقاءات الاياب في الدور ال 16. طيب ليفربول هيستضيف انتر ميلان الساعه 10 مساء، وايضا في نفس التوقيت بايرن ميونخ بيستضيف ريد بول ساليسبورت. بالتاكيد مباريات مهمه جدا، نبدا بمباراه الاهلي وبيراميدز ويكون الختام النهارده بالسهره للقاء ليفربول امام انتر ميلان.